بلونيه الأخضر والأصفر، وبعد أكثر من 57 عاما رفرف خلالها فوق المباني، سيصبح هذا العلم قريبا من أرشيف موريتانيا بحكم الاستفتاء الأخير. لكن مجموعات شبابية ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي لا زالت تتمسك بالعلم القديم وترفض الاعتراف بالعلم الجديد، فارتباطهم بالعلم القديم يعني الارتباط بماضي البلد، وهي علاقة أقوى من أن ينهيها قرار سياسي أو انتخابي كما يقولون. علم موريتان اللي ده هو احنا يمثل لنا رمزية العلم، ولأننا متنازلين عنه طبعا، خصوصا بذي الحملة الرديئة والمحاولة الرديئة اللي أقدم عليها النظام من أجل الاستمرار في مسلسل شعاراته الفاشلة. أحزاب سياسية معارضة يرفرف العلم فوق مقراتها، وإذا نفذت هذه الأحزاب وعيدها فهذا يعني أنه قد يرفع في البلاد علمان مختلفان. علم الموريتاني الحالي يمثل رمزية خاصة لدى جميع الموريتانيين، لكونه يرتبط بالاستقلال، ولكونه أيضا يرتبط بنشأة الدولة الموريتانية الحديثة. المسألة الأخرى أن العلم الموريتاني تم إرغام الموريتانيين على تغييره باستفتاء غير دستوري. بالمقابل ينشط شبان مؤيدون لتغيير العلم وإدخال خطين أحمرين عليه يرمزان إلى دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل استقلال بلادهم. وكانت رابطة بطولات المقاومة واحدة من الهيئات المدنية الأكثر نشاطا خلال الاستفتاء. العلم بطبيعة الحال تم تكريس فيه حقبة تاريخية مجيدة من تاريخ البلد تتمثل في المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الأجنبي، والتي تم انتشالها على الرغم من نسيانها من مختلف الأنظمة المتعاقبة على البلد. في انتظار أن يصادق المجلس الدستوري على نتائج الاستفتاء الذي يقر تغيير العلم، يبقى الجدل على أشده بين مؤيدي العلم الجديد والمتشبثين بالعلم القديم. ربما يكون رفع هذا العلم قريبا جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما سيشكل تحديا لشرائح من الموريتانيين تعتبر أنه ليس مجرد ألوان ولا قطعة قماش. محمد فضل، الحرة، نواكشوط.